يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، واليوم حلقتنا تتكلم عن بعض الحرف اللي امتهنوها ابائنا واجدادنا في مجالات للامانه عديده. يعني هذه الحرف نشوفها في السابق الكل امتهن له مهنه من خلال حرفه يدويه. اليوم راح نتكلم عن صياغه الذهب، كيفيه تصميم الذهب بالسابق، وممكن حتى الادوات اللي كانوا يستخدمونها مصممين الذهب في ذيك الحزه، وممكن ما زالت مستمره الى هذا اليوم. طبعا يسعدنا ان يتواجد معنا الدكتور حامد كمال، هو مصمم للمجوهرات وايضا صايغ. حياك الله ويسعد لي اوقاتك. الله يسلمكم ان شاء الله. هو بالنسبه للحرفة الصايغ، سابقا كان عدد بسيطه، عباره عن شلابتين وقطاعه وجهاز اسمه المنتل، اللي هو جهاز يسحب الاسلاك. نعم. عشان يغيرون الوايرات من حجم لحجم، وكان عندهم نوع من القوالب الخاصه يعني من بعض المواد عشان يخلونها للصب يصبون في المعدن الذهب، وكان يستعملون العمله الشاديه قبل العثمانيه او العمله الانجليزيه اللي كان عليها صوره الملك جورج الخامس. جميل. نعم. طيب دائما احنا لما نجيب طاري الحرف نربطها دائما بنقدر نقول عوائل معينه وغيرها من الامور اللي تكون اكيد لا زالت يمكن في الماضي مرتبطه ويمكن وقفت في الوقت الراهن، لكن اذا بنعلم الساده المشاهدين اكثر عن بعض الحرف الكويتيه اللي يمكن نوعا ما لا زالت الحين موجوده مثل مهنه وحرفه الصايغ، كلمنا اكثر عنها دكتور. والله بالنسبه للحرف بشكل عام في الكويت سابقا ما كانت ترتبط لشخص معين، يعني هم في خمس عوائل تقريبا في الكويت او ثمانيه، وهم كانوا يعني يمتهنون مهنه الصياغه. نعم. ولكن مع الوقت اكو بعض المهن، في ناس يمتهنون المهنه هذه يسمونهم باسم المهنه يمتهنونها. فحرفه الصايغ في السابق كانت لخمس لثمان عوائل. نعم. هم اللي كانوا يعلمون عيالهم، هم يتعلمون يروحون بومبي يبون الاغراض والعدد، على ان العدد كانت بسيطه بس كانت تنتج اشياء خاصة للطابع الكويتي. يعني اليوم حتى مثلا بالنسبة للهامة والفركيتة وبعض الحلي اللي كانوا يلبسون الحريم بذاك الوقت خاصة حق الكويت، يعني برا ممكن نشوف لهم طابعهم الخاص، مثلا الفصوص معينة شكل يتغير، لكن الطابع واحد الكويتي مختلف عن باقي نعم. هذا اللي يخلينا يعني احنا نحاول نسلط الضوء على هذا الموضوع، وخاصة انه ما يرتبط بالهوية الكويتية. اليوم اذا بقول الدقات اللي تابعة لدولة الكويت اللي معروفة فيها الكويت على مستوى سواء الخليج ولا حتى الشرق الاوسط، شنو هي؟ وفي وايد يعني بالنسبة للاساور القلايد التراتشي، بس احنا لو بنتكلم بس عن الهامة بروحها، مثلا الهامة عبارة عن اجزاء مربعة ويركبون عليها نوع من الفيروز اللي هو الشدر سابقا كانوا يسمونه، يحطون قطع الكبيرة في النص وباقي القطع يوزعونها حوالين الهامه. نعم. في الاجناب عندهم شيء يسمونه التلول. نعم. التلول هذه تمد من الجنب وفيها ثلاث اربع خمس لاينات، وفي الاستروج بالاجناب ولكن التلول بالخلف. وكانت من خمس لاينات، من اربع الى خمس لاينات، وبالاجناب تصير خمس لاينات بالاجناب، فكان هي تتزين في العروس بذاك الوقت مجرد بس حق العرس. نعم. عشان يعني يخلون العروسه، وكانوا عشان الناس تشتري الصايغ ما كان يكون عنده الامكانيه انه يخليه بالمحل موجود، فاللي يبي يروح يشتري الليرات يعطي له الصايغ يوزنهم يطالع كم وزنهم ويبدا يشتغل فيهم، متى يخلص يقول له اجرتي هالقدر على الصياغه. نعم. طيب اليوم لما نتكلم عن مهنه الصياغه، هل هي دائما تكون مرتبطه بالذهب ولا ممكن الشخص يصيغ ويعين بمعادن اخرى؟ والله ممكن الحلي والاكسسوارات لما تطالعين، والله اليوم في فضه وفي ذهب في بلاتين، مثل الذهب الابيض يسمونه. نعم. بلاتين يسمونه ذهب. نعم. ابيض. نعم. ولكن ماكو شيء اسمه ذهب ابيض، ولكن هو من ضمن العدد، العده اللي هي نفسها شنو تنتج؟ هل تنتج معادن رخيصة أو معادن ثمينة؟ نعم. يعني اليوم العدة نفسها هي تنتج اكسسوارات نحاسية فضية ذهبية. نعم. لكن أنت إنتاجك شنو؟ شنو إمكانيتك لأنك تحول المادة هذه أو دول المواد إلى شيء ممكن يلبسون الناس ويكون في المجتمع. يمكن في المجتمع الكويتي سابقا الناس مو كلها عندها يعني فلوس وتقدر تشتري الذهب، بغض النظر سعر الذهب في ذيك الحزه اكيد كان ارخص من الحين بوايد دكتور، الا انه مو الكل يقدر يشتري ذهب، فكانوا يستبدلونه بشنو عشان يتزينون الحريم؟ هو كان الشيء اللي بعد الذهب فضه. نعم. فكان بالسوق اساسا حتى الصاغه المصاغات الموجوده فضه، ولكن اذا تبي شيء بالذهب يسووا لك بالذهب، يعني انت مثل ما قلت انا انه يشترون الذهب ويبدوا يشترون فيه، لكن غالبا السوق كان فيه فضه، لان اليوم الدخل المحدود للشخص اللي ما عنده يشتري يشتري فضه لان سعره بالسوق موجود رخيص، والذهب على قولتهم من الحين لذاك الوقت يفرق، بس هم كانت العمله ذاك الوقت يعني
الناس كانت تشتغل وتمتهل من عشان تطلع الفلوس بحيث تشتري ذهب كان صعب عليهم. اللي يكون واحد عنده يعني عنده خير عنده تجارة عنده شغل ما يكون مثلا غواص بيشتري له مثلا طقم ذهب بكمية كبيرة يعني. طيب مهنة الصياغة تعتبر من المهن اللي كانت موجودة بالماضي لكن لازالت مستمرة ليومنا الحالي، هل صار في تغيرات في هذه المهنة خاصة باستخدام المعدات وغيرها من الأمور اللي متعلقة بالتطور اللي صار؟ أكيد، هو اليوم مهنة الصياغة مو نفس السابق. السابق كان الصايغ هو يركب الفصوص هو يقص هو يصهر هو، اليوم الحين حتى لو تلاحظين ورشة ذهب تلقين اللي يركب فصوص بروحه. يعني متخصص عنده مكبرات خاصة وإنه نوع الألماس وحجم الألماس واللي بيصهر عنده أفران خاصة يصهر ويصب القوالب يسوي القوالب بشكل معين ويسحبهم يسحب لهم الأحجام. ممكن واحد يشتغل كل الشغلات، بس في السابق الصايغ كان يشتغل كل الشغلة بروحه، فمن كذي كان ياخذ وقت طويل. اليوم لأن وشوف ورش الصياغة حتى بالكويت ودول الخليج بشكل عام تلقين في عندهم 4-5 ورش، غير في الأجهزة الحديثة الحين اللي ممكن تحطين تصميم تحط قطعة الذهب يطلع لك القطعة خالصة يعني مركبة بفصوصة كل شيء. بس هو دائما حتى الناس بشكل عام لما نعرض بالسوق أو يعني كحرفة نشتغلها الناس تستذيق القطعة اليدوية أحلى من اللي يكون شيء بجهاز. يعني يكون جهاز اليوم بالليزر يقص 50 قطعة، بس لما أنا خط اسم مثلا أو شخص يكتب اسم بطريقة معينة ويقصها بيده ويعطيك شخص أهداء يفرق من يكون الجهاز قصله 100 قطعة تتشابه بالشكل وبالتصميم. يعني دكتور هذا يخليني أسألك سؤال على موضوع المصنعية، يعني جرام الذهب في الوقت الحالي نشوف أن الجرام هذا يعتبر عالمي، يعني تاجر الذهب ما يقدر يغير فيها لكن هو يلعب بالمصنعية. ففي ناس ممكن ما عندها هذا الشعور أن المصنعية تعتمد على مدى دقة التصميم ودقة القطعة نفسها اللي أنا بشتريها، فكلمني عن موضوع هذا الجانب. هو المصنعية تعتمد على شيئين، يا أنه يكون مستورد من برا جايبينه من مصانع خارجية اشتغلوا فيها، وبعدين الجمرك مال الجمرك فيحسب عليك المصنعية بزيادة مع الجمرك لأنه ما يحسب على نفسه يحسب على المشتري. وكذلك أنت متشتغل بالورشة الساعة تنحسب لك، يعني يوم حتى الشغل بالفضة وأي معدن ثاني تأخذ ساعة، اليوم مصمم يأخذ بالساعة كم ساعة بدأ يشتغل بالقطعة؟ ساعة ساعتين ثلاثة؟ هل صمم نفذ؟ هل هو نفذ بطريقة مختلفة؟ هل تنفيذه كان مختلف عن قبل؟ فاليوم اللي يقيم السعر المصنعية أنت الجهد اللي تأخذه إيش كثر وإيش كثر من أدوات تستعمل؟ هل عندك عدد في أكو عدد استهلاكية مثل مواد صنفرة تلميع الريش، الريش تنكسر، ريش الدريل، الريش أكو ريش خاصة. يعني اليوم إحنا نتكلم على الصنفرة مثلاً أكو 300 400 6000 10000 100000، يعني كل ما الرقم يزيد كل ما القطعة تبدأ تعطي بريق أكثر، تلميع بالبوف والبوليش فهذول مواد استهلاكية يحسب معلمون على أكيد يحسبها المصنعية على التاجر، والتاجر يحسب بزيادة على المشتري. نعم. على طاري دكتور جبت مواد البولش، اكيد احنا الذهب دائما لما نستخدمه تجي لفتره انه لازم ان تطفي لمعته فيبتدون يغسلونه وينظفونه. عاد انا على قولتهم اتوتر لما اوديها لان اي البسهم دائما احسس واقعد كل شوي اغير وهذا، فعلى قولتهم انه هو الواحد حلو يهتم اكيد بالذهب ويهتم بهذه التفاصيل، لان اليوم لما يجي الشخص يشتري هذه القطعه ما يحط في باله انه ممكن قصتها تأثر باكر في البيعة، أو أنه ممكن تكون مثلا قصة قديمة قصة جديدة، وهذه الأمور أكيد الدارجة في عالم أكيد الذهب وبالنسبة حق صياغة الذهب. لكن اليوم لما نتكلم عن تفضلت وقلت أدوات الصياغة وإيش كثر هي تحتاج من عناية، لأن ممكن حتى المشاهد اليوم يسمع أنه يأخذ دائما أنه يصهرون الذهب وعندهم قوالب جاهزة ويصبونها وهذا هو مضمون الصياغة. كلمنا أكثر بتفاصيل نوعا ما تكون موضحة أكثر للمشاهدين، خاصة لما سمعت الريشة يعني الريشة تختلف أكيد. أكو ريش ألماس خاصة اليوم حتى تشوفون بعض الأساور عليها بعض النقشات مثلا مشمخة بشكل مثلث أو مربع أو لها قصات معينة. في أكو جهاز بالليزر يشتغل أحط له التصميم وأقول له نفذ يبدأ يشكل على القطعة بالليزر، وأكو لا يدوي. فهذه القطعة عشان تشيل قطعة من الذهب قطعة الألماس، الألماس صلاته 10 على 10، فإذا ما يتأثر المعادن يخدش المعدن يعطيني الشكل اللي أبي مربع أو مدور أو مثلث، يشيل القطعة ويشيلها لبرة، لكن النقشة هذه تبقى ما تروح. وإذا بغيت أخلي الذهب أساساً حتى لو تأكسد، لأن الذهب اليوم لما تقول والله الذهب شنو الأشياء اللي ممكن تذوبه غير عن تصهره؟ تصهر تسخنه يصير كتلة مثل الجمرة، لكن الإذابة أني أحطه في نيترك الأسد يدوب. الذهب ما يدوب بالنيترك الأسد، لازم يسمونه ماء الملكي حمض النيتريك ونيترك أسد يخلطون مع بعض يحطون الذهب يصير ماي. ما تشوفينه خلاص،
عن طريق صعق الكهرباء يطلعون النحاس، الفضة، الذهب، الزنك، شنو داخله من المعادن الموجودة يطلعونه. فعشان تنظفين أي قطعة ذهب عندك في البيت وسخة ما يحتاج تودينها أي محل، سويت صابون فيري بمي حار يسخن، تغطسينه داخله مع فرشة أسنان، تفركينه تكون فرشة أسنان سوفت وايد تكون ناعمة عيني عشان لا يخدش على الماء الذهب، وتلمعينه. وكل ما يكون عيار الذهب عيار 24 بريقه يظل فترة أطول ما يتغير لونه، كل ما يكون عياره أقل كل ما تلقينا يصير شوية يميل للإحمرار أن تكون داخلة نسبة نحاس الأحمر أكثر. يمكن هذا كذلك خليني أسألك سؤال ثاني، يعني يمكن بالكويت الدارج عندنا عيار 18 عيار 21 و24 والأكثر يشترون 21 للأمانة، فيعني هذا المحيط النسائي اللي حواليني دائما يرغبون في 21. اليوم إذا بتكلم عن الفضة هل له سوق بالكويت؟ هل كذلك له عيار معين؟ الفضة عيار العالمي أساساً هو الكيلو الفضة عيار 990.0، أما الذهب عيار 24 990.9، يعني واحد بالألف داخل نحاس. فالفضة عيار 925 هذا عيار العالمي اللي من إيطاليا ومن دول برا، في بعض الدول شوي تبدأ تلاعب فيه، لكن العيار اللي هو ممكن تلبسه ويكون نظيف. وليش يحطون العيار هذا؟ عشان يكسب صلابة، لأن لو استعملت الفضة على عدالها صهرته وسويتها قالب خاتم، مجرد ان ايدي تحتر معاه شويه وادوس على مكان كذي يبدا ينطعج. نعم. كذلك عيار 24 لانه يكون نقي وايد، فتلقين عيارات مهما يكون يخلوا له سمك مهما تدوسين عليه باي طريقه ينطعج، يحتاج تصليح، فممكن يكسر يخترب. فيختلف من بلد لبلد، لكن احنا بالكويت العيار المتعارف عندنا وعلى مستوى ايطاليا والعالم عيار 925 هذا العيار المتعارف عالمي، وما يتاكسد بسرعه ويصير لونه بريقه اكثر يظل مده اطول. جميل. نعم. طيب دكتور، اليوم لما نتكلم عن هذه المعادن واكيد فيما يتعلق بالنسبه لصياغتها، وين اليوم تشوف التداول اكثر؟ هل هو يعتمد على السوق انه يعني دائما الذهب عندنا هو الملاذ الامن والكل يتجه له، ولا انك قاعد تشوف انه في وعي واقبال على الفضه؟ لان دائما نسمع الحين ان اتجهوا الى الفضه، الفضه راح تصير الملاذ الامن المستقبل وغيره من الأمور، وأكيد هذه تعتبر بالنهاية يعني معلومات يتم تداولها بشكل كبير. بس هو بشكل عام على مر العصور، يعني لو نطالع من عصور قديم الزمان لليوم، المتداول بين الناس اللي هو أكثر رغبة الذهب. يعني حتى اليوم البلاتين في السابق كان سعره ب18 وال20 ألف كان أغلى من الذهب دبل، الحين صار نص سعر الذهب لأنه قل حجم قل كميته بالسوق يعني، وتواجده في العالم قليل. فاذا الناس تقول ليش اروح اشتري بلاتين باكر ما يوجد وما حد يبغى؟ بس اليوم انا لما اشتري الذهب موجود سعره يزيد، وحتى لو ما زاد سعره ثابت انا اقدر ابيعه. الفضه بالنسبه للفضه بالسوق موجود والناس تشتري، هوس الناس في المجتمع، في اي مجتمع يعني بشكل عام ممكن يكون مرات لهم رغبه لشيء معين. اليوم يابوا من شركه من الصين ولا تسوي اطقم تشبه الذهب بس من الفضه وتركب عليه شويه فصوص زركون والناس تشتري. نعم. فهو حسب العرض والطلب بالسوق، الناس لها عرضت لهم بشكل معين عجبهم يشترونه، بس بالاخير ما يجيب قيمه او مشترى. الناس لو طالعين سوق الذهب الناس تشتري الذهب والفضه تشتري، حتى ما تبيعه ما راح تلقى يسوى اصلا قيمته البيع. لان اليوم حتى لو بنتكلم على الذهب، يعني سابقا كان الحجر اللي يركب على الذهب سواء كان بالهامه او المقمش كان عليه لولو. نعم. يعني اليوم تشيل اللولو توزنه يشترون لولو منك. نعم. والذهب يشترون منك الذهب. بس بسوق الذهب بعض الاسواق اللي عندنا مثلا للاسف ان تلقينا الذهب ما يعني مركب عليه حجر 6 جرامات وعليه فضه عليه ذهب 6 جرامات يحسبه ذهب، يحسبه بقيمه الصياغه. تقول انت زين الورشه ما ركب الا وزن هذا وركب هذا على هذا، ليش تحسبه بنفس السعر؟ ففي السابق كان ما يوزن القطعه بشكل كامل. نعم. يعرف الاحجار كم اوزانهم يعطيه بالوزن هذا ويعطيه وزن هذا ايش كثر. نعم. يقول له بالاخير شغلي على تركيبهم اني اركب لك الحبه بالكثر سعر وشغل الصياغه لكثر سعر. يمكن هذا دكتور يخلينا نوجه للساده المشاهدين رساله، نقول لهم ان اذا فكرتي تشترين ذهب اشتري ذهب صافي بعيد عن الفصوص والامور هذه، لان ممكن يقلل قيمتها او يحسبها عليك التاجر بقيمه اكبر. لكن موضوع اللولو اعتقد موضوع مختلف، هل تقدر تعطينا فكره عن اللولو شلون ممكن الوحده تشتري وتضمن حقها فيه ان اللولو اصلي، خاصه الحين مع كثره اللولو الصناعي؟ والله شوف بالنسبه لاي قطعه تشترينها مفترض من ناخذ الفاتوره نروح تجاره وصناعه حق خاصه يعني حق الكويتيين. اذا عندك بطاقه مدنيه مجرد تعطيه بطاقه مدنيه تقول له بشيك على هذا، يشيك حتى اذا كانت الماس او زفير او اي نوع من الحجار مكتوب عليه. نعم. اذا عنده شهاده عنده، ما عنده شهاده مجرد تعطيه يطق على الجهاز يقول لك هذا الماس هذا زفير هذا ياقوت هذا فيروز هذا مو حقيقي. فاذا انت مجرد
انك تشتري من اي مكان، لان في بعض للاسف بعض المحلات ممكن او بعض التجار للاسف ممكن يبيعك الالماس تشتري مثلا بقيمه 1000 1200 دينار تبيعه ما يشتروا منك الا بربع قيمه. صحيح. تسالهم ليش الالماس سعره ثابت ما يتغير، سعر الذهب ممكن يصعد ينزل، الالماس بالعكس يصير من النوادر. نعم. زين ليش قاعد تغيرون سعره او ليش تشتري بسعر رخيص؟ لانه يقول لك انا ما ادري من شاريه. لكن للاسف كان في محل واحد بالسوق وبعدها سكر، كان اذا يشتري منك اذا يبيعك يشتري منك باقل يمكن 20 الى 15% ينقص منك وياخذ منك قيمته، يقول ادري شنو شغلي اللي مركب عليه. نعم. الفصوص والاحجام مركب عليه عارف قيمتهم شنو. نعم. فهذه تعتبر من المشاكل دائما اللي تصير بالنسبه للناس اللي يحبون يشترون الالماس، دائما نشوف في تفاوت خاصه للامهات واليدات، يقول لك لا تشتريهم لان لما تي تبيعهم او انه حتى بالسوق دائما تطيح من قيمته، واتوقع هذه هي السبب الاساسي مثل ما تفضلت انه يصير في هذا التفاوت في البيع اكيد. لكن ايضا لما اليوم نتكلم عن صياغه الذهب والمجوهرات، نشوف في اماكن مثلا تكون متواجده في السوق محلات صغيرة، يقول لك إذا مثلا عندك تصميم معين أو شكل معين حاب أنك أنت تصيغه بالذهب تتجه له، وأكيد أنه هو يبلش أنه يساعدك في هذا الشيء. فمن هذا الباب وهذا الأساس، هل فعلا عندنا أماكن ممكن أن أنا كشخص مو كمثلا صاحب محل أن أروح وأصمم لي قطعة مثلا من المجوهرات، ولا لا دائما يكون فيها أشياء بسيطة فقط؟ لا أكيد يفرق، لأن أنا مرة جربت أن عندي الأهل كان يبون مقمش نوع من اللايد معينه، يعني شافوه مثلا باحد المواقع ان سعره شيء وشيات، قلت لهم ترى ما يجي السعر هذا، يعني اللولو مثلا سعره بالحبه هالكثر انا ادري ايش قاعد اقول لكم يعني. صحيح. فاخذته وديت الورشه قلت له هذه النكشه بقص لي اياهم ذهب وتقط لهم قطع تلحمون وتجيب لي اياهم، خدت ودق ريال ثاني قلت له بركب لي الفصوص، يمكن الفص اللي ركب لي اياهم عليهم كلهم اللولو طلع يمكن 14 15 دينار والحجم اكبر والوزن اعلى والسعر 370 دينار، ذاك ممكن 380 دينار كان. نعم. والكبره يعني فرق الحجم، هذا اكبر هذا اصغر، هذا اكثر في لولو هذا اقل في، وذاك حازم الوزن انا حاسب لهم قطعه الذهب سعر الذهب واللولو. نعم. بسعر اللولو خدت انه مصنعي انا رحت ورجعت خدته من ريال وديت له. نعم. مجرد بس كذي. جميل جدا. يمكن ما يلفت انتباهي للأمانة خاصة في المرأة الكويتية والبدوية بالتحديد من عشاق الذهب. اليوم إذا بتكلم عن السوق الكويتي، منو أكثر زبون للذهب؟ والله ما يتحدي منو أكثر زبون، حتى اليوم. نعم. اليوم سعر الذهب لما ينزل تلقين حتى يعني الأجانب والوافدين اللي كنت. نعم. موجودين ممكن يشترون، لأن سعره من ينزل أنت تضمن باكر إذا صعد سعره أنت 100% ربحان. نعم. يعني أكو ناس تشتري الليرات الحين بالسوق سعر هبة بين الناس يشترون الليرات. نعم. يخشونهم. نعم. خلهم بعد فترة تبع إن شاء الله 50 60 100 دينار، رد يبيع مرة ثانية يربح، يرد يشتري مرة ثانية ينزل مرة ثانية. نعم. فاليوم ماكو شخص معين إنه يتجه، ممكن قصات والدقات معينة يبون ناس معين ممكن، يعني مرات تلقين ذوق السوق نازل مرة عشان فئة من الناس المعينة اللي تبي. نعم. صحيح. تبي هالدقة وهالنقشة. نعم. وتبي هالطقم بيكون. لاحظين الحين بالسوق عندنا بالكويت صار كله قراشيع ماكو شيء يعني. صح. وزنه قليل بحيث انه يبي يبيعون، لانه يقولك انا قبل كنت ابيع على وزنه مثلا 60 جرام كان شرى الحين ما عاد اشتري. نعم. بسبب سعر الذهب. ايوه. نعم. بسبب سعر الذهب. لكن ما شاء الله عليهم الحريم، السعر مرتفع نازل، اذا حطت في بالها تشتري قطعه الذهب ما تبي على قولة الدكتور تناتيش، لا اذا مو وزن ما يبرد الكب. ولا يسوى حتى وقت البيع، يعني انا قبل فتره كنت شاري عند بنتي قبل كم سنه كنت شاري قطع معطينها هديه وصغر عليها. نعم. احنا نبيعهم، احنا كنا شارينا مثلا نقول ربع قيمته الحين ثلاث ارباع زاد سعره عن قبل ذاك الوقت. نعم. وخاصه ان يعني هذا اهم نقطه اللي هو نقطه البيع والشراء، لازم المراه تكون ملمه فيما يتعلق في موضوع الصياغه، ايش كثر انه ممكن هو يكلفها، اساس انه حتى باكر في البيع دائما نواجه هذه المشكله اتوقع عند النساء، انه يصير فيها عندها نقدر نقول جاب كبير، لان بسبه الصياغه المصنعيه اللي اخذتها من قبل الباع. لكن بالامانه موضوع جدا كان شيق جدا، استمتعنا معك دكتور بهذه الحلقه، خاصه ان احنا وايد يعني تعلمنا اليوم عن مهنه الصايغ، وايش كثر ان هي مو بس بسيطه، ايش كثر ان فيها اكيد العديد من الامور وعديد من التفاصيل اللي اكيد ما كنا ملمين فيها بشكل كبير. اذا حاب اكيد انك تعطي نصيحه للمشاهدين فيما يتعلق بالنسبه لي عالم الصياغه. والله بس احب اقول ان اللي حاب مثلا يعرف سعر الذهب تصعد وتنزل، في برنامج اسمه دار السبائك ينزله ويطالع دائما الذهب صاعد نازل. صحيح. ممكن يشتري حتى يعني
تشتري وتدز لك للبيت بعد. نعم، شاكرين لك وجودك معنا دكتور حامد، وهذه المعلومات الجميلة اللي أعتقد فادت الكثير من المشاهدين وفادتنا أيضا، سعدنا جدا بلقائك، حياك الله ونورتنا. عالم الذهب عالم كبير ومن عشاقه طبعا تنتمي له المرأة بشكل أكبر، لكن اليوم نشوف حتى الرجل بدأ يستثمر فلوسه في الذهب، يشتري له سبيكة، يشتري له ممكن ليرة أو حتى أشياء صغيرة ممكن أن تفيده في المستقبل ويستثمرها، خاصة أن الذهب في تصاعد وفي تزايد. مشاهدينا الأعزاء نطلع هذا الفاصل لنعود وياكم.